الأحزاب في تونس اللي عددهم تقريبا 200 حزب، الكل قاعدين يخدموا في مصالح تونس ولا قاعدين يخدموا في مصلحتهم؟ يخدموا في مصلحتهم بيان سور، ما مش قاعدين يسعوا معنا باش يحسنوا البلاد، واحد قاعدين كان ياخذوا في الفلوس وكيكا، معناها ما مش قاعدين يحسنوا، ما حكايه فارغه، معناها ما مش قاعدين يعملوا في حد شيء، معناها ما مش لاهين بالشعب، معناها قاعدين كان يسهروا ويفنطقوا في الفلوس هكاكا. معناها عندك ثقه في الاحزاب؟ جمله لا يحبوا كان الفلوس وما لاهين كان برواحهم، ما مش لاهين معناها بالشعب، فهمت؟ ما جمله والله. شو نقول لك انا توا نشوف في حزب البلوط، باهي نشوف في حزب البلوط الكل بدون استثناء، حزب البلوط دار كبيره بلاش حيوط، الناس الكل لهنا كل ينده ليلاه بطريقته الخاصه، ما فماش واحد يراعي لك اهتمامات حتى واحد ما شاف في اهتمامات وراه، نبداو واضحين، فما واحد برك فهمتي ولا زوز ولا ثلاثه اللي اعطاه عمره، ولو انه اعطاه عمره زاد غايات، نقول لك انا من الاخر، بس فما واحد ينده مصلحه الشعب التونسي، لو كان جاو الكل يخموا على الشعب ما نوصلوش للوضعيه اللي احنا فيها، ما نوصلوش للتضخم نتاع الاسعار، ما نوصلوش للانفلات، انفلات كامل يا رسول الله، انت بلاد مهدمه من كل شيرة، اعطيني واحد يلوج مصلحه البلاد توا، فهمتي؟ نبداو حتى في مجلس النواب. في مجلس النواب اللي قاعد صاير توا ما خرج بكل من الاحزاب، اعطيني واحد ينده في مصلحه البلاد، كل واحد راهو بدون استثناء لا نستثنى لا فما تقول لي نهضه لا تقول لي تكتل لا تقول لي نداء لا تقول لي بنتي قلب تونس اعطيني قلبي يا رجل، اخطانا بالله انا قلبي وجعني نقول لك من الاخر، فهمتني؟ نبدا واضحين، راهو كل واحد ينده في صلاح. البارح في الايام متعاركين، انت البارح حطك في الحبس اليوم تحط يدك في يده، يا انا هذه مصلحه تو تقول لي حزب وتنده في مصلحه البلاد، انت اخطانا يا رجل، اخر اهتمامات الاحزاب هذه هو الشعب. تيودي كلهم كذابة والله، كلهم حتى واحد فيهم يقول ويحكي وبضم شيء، بلاد قضية داخلة في حيط عندها 10 سنين، الباهين ما يعيطوا لهمش. والموجودين الباهين؟ الباهين مطفينهم، خلينهم قاعدين في القهاوي. بالنسبة للأحزاب راهو كلهم عندهم مصالح كيما 9 سنين اللي تعداوا هذوما نتاع الحكومات. كلهم يتعداوا وياخذوا بالشارع ويقيدوا على الشعب، على ظهور الشعب، ما عندهم حتى شيء، ما عندهم حتى افاده. حاجه الوحيده اللي عندهم هما الكرسي والمبلغ اللي ياخذوا فيه والامتيازات اللي ياخذوا بها، ما عندهم حتى مصلحه مع المواطنين. وبصراحه الحكومه هذه اللي تو قاعدين يتعاركوا من الساعه اليوم ما همش يصوتوا لها وباش تفشل، ونقولها لك من غير، خلينا بقطع النظر على كيما فشلت حكومه الشاد حتى هذه باش تفشل. وان شاء الله العاقبه خير، وراهو ماهوش باش يجيب منهم حتى نتيجه، والشعب تشوف ياكل بالعصا وغلاء المعيشه وغلاء الاسعار، وبالاخص ال 35% نتاع الجبايه اللي معدين هذيك نتاع الجبايه 35%، راهو ماهيش معقوله، واذا كان باش تتعدى هذيا راهي باش تصير كارثه. كلهم قاعدين يحطوا في الاسواق العاجله، فما حتى حزب قاعد يخدم في تونس، كلها تخدم مصالحها الخاصه. كل يخدموا مصالحهم الخاصة، 200 حزب يخدموا مصالحهم الخاصة، كل ما يجيش واحد دار للشعب قال له واش تحب ولا شنو نعمل لك ولا ايش تو نخدمك، كل تجري على وزارة الداخلية وزارة الدفاع، حتى واحد ما مشى مثلا وزارة التجهيز ولا وزارة الشغل، حتى واحد تعارك عليهم هذوما، كلهم يتعاركوا معناها على الوزارة فهم فلوس الشغل والتجهيز، شكون جري عليهم؟ شكون معناها مشى قال باش نصلحهم ولا باش نعمل؟ عطيني شكون من شكون ما مشى حتى واحد. الاحزاب اللي تو نحن عندنا 10 سنين بعد الثوره انا با افونسي، يا بليس دو شومير لا اله الا الله، بليس دو دانسيكوريتي، ما ثماش امن، تو سا هو باش يجي. انا نشوف مانيش شايف بور لانستون البارتي فريمون اللي هي تساعد، جن سي ريان با انكور، جن دي با انكور ان شوا. بالنسبه اللي هما حكموا لتو الوقت الحالي ما شفناش شغل، هو وقت ننتخبوا ناس الشغل ومصلحه البلاد والامن. برشا احزاب في تونس في قاعداتهم حتى اكثر من 200 حزب، في رايك شكون الاحزاب اللي قاعده تنفع في البلاد والاحزاب اللي قاعده تضر في البلاد حسب رايك؟ ما ثم حتى حزب قاعد يعطي في نتيجه باهي لتونس بصراحه، نعطوا فيه الثقه نلقوا معظم اخوه بصراحه والله العظيم، ما عندنا حتى ثقة في حزب تو. الأحزاب الكل يعني يسبوا في مصب واحد بالنسبة لك أنت؟ كل يسبوا في مصب واحد، كل يخدم في مصالح ليهم هما برك، خاصة
مصالحهم هما قبل الزواري مسكين البيت بلاشاء وملوح في الجبال وملوح يا يعني المربي بحالهم والله العظيم. كثرة الأحزاب هي نتيجة الثورة، معناها ولت عندنا فسيفساء، شيء يشرف هذا البلاد ويشرف تونس ككل، فهمتني؟ معناها كون ثورتنا نجحت ولت عندنا حرية التعبير. قبل كانوا معناها حزب واحد والبقية كل أحزاب صورية أو بالأحرى أحزاب مدجنة. تو الناس كلها فهمتي تحكي اللي عنده فكرة ينجم ينفع، هو حزب مش معناها هي مجموعة من الناس عندهم أفكار يحبوا ينفعوا بها البلاد، فهمني؟ احنا معناها بصراحة فرحان به المنظر هذا، وثم فيهم ثم أحزاب ممولة من الخارج ما نحبش نذكر الأسماء، فهمتني؟ تنوي تعطيل المسار الديمقراطي، معناها يحطوا في الأعصاب العجلة كما نقولوا نحن. وثم بالحق ناس شرفاء ولاد تونس بالحق يحبوا تونس ويخدموا فهمتي على مصلحة تونس على المدى البعيد، موجودين الأحزاب هذوما فهمتي، وإن شاء الله نحن نقولوا احنا معاهم، وإن شاء الله الشعب التونسي يعرفهم ويدعمهم، فهمتني؟ وكل شيء يظهر على الأرض راهو. فما أحزاب ماهيش قاعدة تخدم في مصلحة البلاد، قاعدة تخدم في مصلحتها الشخصية. بالنسبة لكثرة الأحزاب هي حاجة واضحة، معناها حزب مع حزب يعملوا علاقة يجيبوا حزب آخر وقاسين هكا يتكاثروا، قاعدين يتكاثروا بالطريقة هذه معناها، والكلهم معناها قاعدين يغلطوا في الشعب التونسي، راكبين على الأحداث، راكبين على الثورة، راكبين على البلاد، وهما يسرقوا الشعب قاعد معناها حسب نشوفوا في الشعب الأوضاع معناها الاقتصادية باركة ياسر، عمالة تتضعضع بصفة غريبة معناها هذا اللي نشوفه فيه. بطالة نسبة كبيرة وعبيد قاعدة على كرسي وتحكي وتضرب في الفلوس هكاك فلوس الشعب. نشوف كان ينحيه وين البرلمان هذي جملة ينحيوها، ولا حزب تتنحى جملة ونعملوا انتخابات يحطوا رئيس يحكم في كل شيء، وهيك هو خير يدي عبيد قاعد تكل في خبزة، ما فلوس الشعب قاعدة ماشي هكاك. هذا اللي نشوفه فيه، كل ما يقضي بمصلحة بعض مش تلقاهم تمشي اللاك تمشي تلقاهم يسهروا، تلقاهم عاملين حفلة واحد أو شدوا هذا في الحبس على خاطر مصلحتهم الشخصية باش يضرهم، أو هذا معناها سيبوه رغم أنه عنده شبهات فساد، سيبوه على خاطر الله، على خاطر تستر عليهم، على خاطر معناها تخل في العجة معاهم. يعني هذه هي بلاد معناها ماشية للهاوية، ماهوش شعب مش فايق نورمال، ما بلاد ماشية في الهاوية ياسر معناها. نشوفوا عالم كامل واكل بعضه معناها، تونس لا علاقة بشيء معناها. والله فيهم الغث والسمين، فيهم من يخدم من أجل مصلحته الخاصة ومن أجل التموقعات، وفيهم حتى من يخدم أجندات أجنبية وتحالفات إقليمية وحتى دولية، وفيهم بعض الأحزاب اللي هم يخدموا في تونس، يخدموا البلاد، يحبوا يخدموا الشعب، يحبوا يصلحوا البلاد. بعد اللي عاشته تونس فهمت شو، ولا في عهد المخلوع من فهمتي شو كبت الحريات والديمقراطية وكذا، إنه ظاهرة عادية طبيعية صحية فهمتني. ما نصنفوا الأحزاب زوز، ثم أحزاب معناها جديدة ومش متمرسة بالعمل السياسي، ثم أحزاب وطنية، ثم أحزاب تحسها ديمقراطية عندها معناها منظمة مهيكلة فهمتي شو، تسعى لمصلحة البلاد. وبالعكس ثم في صنف ثاني، ثم أحزاب ما هيش وطنية بالكل تسعى كل مصلحتها. منها باه مش بسمي واضح المشهد السياسي تو فهمتي شو، ولا معناها بريسك واضح تو 8 سنوات بعد الثورة الناس اللي حكمت في البلاد، ثم عندك حركة النهضة، عندك نداء تونس لمشى، عندك الجبهة فهمتي شو، ولا عندك التيار، عندك التكتل، عندك المؤتمر فهمت، شكون اللي بقات النهضة. النهضة شنو قدمت للبلاد؟ ما قدمت حتى شيء للبلاد فهمتي شو، 8 سنوات من التخلف، من التراجع الاقتصادي، من البطالة، من التهميش، من مشاكل اجتماعية كلها شفتها تونس فهمتني. كثرة لا بركة، مش حاجة باهية، وديجا هما حتى توها بالكثرة نتاعهم هما داخلين بعضهم فهمني، ولات معناتها يجريوا لمصالحهم، ولهذا توها في تكوين الحكومة كل حزب يحاول يحب يجبد اللي هو الحقائب اللي هو فهمني، وخاصة الحقائب فهمني الرئاسية فهمني يحبوا ياخذوها هما وكذا كل شيء، معناتها الناس تخدم على مصالحها هي وعلى مصالحة الذات فهمني، ويحبوا يرجعوا كالفساد نتاع اللواء هذا ينتمينا اللي احنا وضعنا نوظفوه اللي احنا وضعنا كذا، معناتها الولاءات واحد المشكلة كبيرة اللي كونا احنا مع ناس. والله نرجعوا الحزب الواحد، وبصراحة احنا مش اهل متاع ديمقراطية، ومن ناخذوش درس من التاريخ، قعدنا في التجاذبات وفي تجاذبات ضيقة ومش قاعدين يخدموا للشعب. الأحزاب عمر ما ريت حتى حزب وطني. آخر اهتماماتهم هو الشعب، وقولوا ما اتقوا الله في حق خلق الله، وإذا ما تخلصش توا تغادر لي ناظري قريب يا أخي، باش أنت مش خلدوا فيها الدنيا، ما خلدش فيها بنتي
سيدنا نوح عليه السلام، ما خلتش فيها، ما دامتش سيد خلق، لما نتقابلوا قدام ربي ونطالبوهم، نطالبوهم بدون استثناء، اي واحد اي واحد جاء محق من حقه باش يطالب القيادات هذوما اللي موجودين، ابداها من رئيس الجمهوريه وانت ماشي حتى للمعتمد، ما عنده حق باش يطالبه، يقول له يا ربي هذا راه جوعني، هذا راه تعبني، هذا ما خدمنيش، هذا لا اله الا الله محمد رسول الله. يصلحوا الشيء هذو، لازمنا احنا تو الشباب الكل نحن نصلحوا بلادنا، ما عادش عندهم حق حتى سلطه. في رايك فما حتى حزب تهم مصلحه الشعب؟ فما حتى حزب، لازمنا احنا الشباب الكل نقوموا ونحاوموا الكل. ونحن نسمنا نقفوا ببلادنا. خاطر هما مش يعملوا شيء. فما اللي هو يخدم والاخر يحطوا العصا في العجله، كيفاش تحبوا يخدم؟ اون بو با فار دي زوملات سون كاسي لي زو. فو فار كيلك شوز. اللي نعطوا فيه الضيقه هاك تشوف. هم يتعاركوا في الكراسي. ياخذوا في الشاريات ويتعاركوا في الكراسي وما ثم حتى شيء. كل نهار اليوم غدوا الاحزاب باش سي باش يريقلوا ما ثم حتى. ما غير. اللي ما يخدمش بذريعه وربي يعاونه ما يبات بلاشها. الاحزاب هذه ما حشناش بها، حشنا باحزاب تقدم حلول، تقدم برامج واضحه وصحيحه مش كلام، فعل. بلادنا محتاج شكون يقفلها بالحق، اما الاحزاب اللي تقدم كان في الكلام هذه وتحط في الاصاف العجله مو مولا الخارج وتحب تعطل مسار ديمقراطي وتحب تهز البلاد للهاويه. مسيبين مصلحه البلاد، مسيبين خدمه الوطن هذايا والهدف الشعب انتخبهم عليه، انتخبهم واعطاهم اخر فرصه نورمالمون باش تكون الحزب الناضه هي الخمس سنين هذوما في صوره ما خدموش معناها البلاد بالحق، سي نورمال ما عرفش الشعب ما عرفش يعطيهم حتى ثقه اللي هي اخر فرصه، وحق قيس سعيد اللي هي معناها معجزه انه شد الحكم اللي هو برشا عباد كانت ما تعرفوش، ما عندوش انتماء حزبي، ما عندوش عباد تمول فيه، لكن شد الحكم، هيك هو الشعب ماشي في التيار هذايا معناها ماشي اللي هو يحب ياخذ الاستقلاليه نتاعو من اهل الاحزاب هذايا، ماذا بيه الاحزاب معاش برلمان زاد كيف قلت لك عباد جالسه في كرسي قاعده في كرسي تاكل في خبزه وكا هو. فما احزاب تخدم وقاعده تخدم لبث البلبله في تونس هك. صحيح خاطر فما احزاب ومسترى في امرها، فما اجندات من برا قاعده تمول فيها وكذا وتمويلها كان فهمني مسترى في امره فهمني وقاعدين فهمني يبثوا في البلبله وكذا كل شيء كما الاخرى نتاع الحزب الاشتراكي الدستوري. عمره ما كان هكا الحزب الاشتراكي يا اخي، ترجع للتاريخ انت يا اخي، ماضيك في البي والخايب، انظر انا نترجاهم يعملوا هدنه ويودي يمشوا للوطنيه وصرتوا الوضع الجيو بوليتيك. شوف انا البلدان المجاوره حرب جنبنا فهمني، معناتها يا ناس راهو الداخل لازم ننظموا الداخل نتاعنا ويلزمنا فهمني نعملوا هدنه ونتكفلوا ونشوفوا شنو اللي يصلح بينا، هو الاقتصاد والاجتماعيه النقاط هذوما على الاقل 10 سنين ولا 5 سنين. والله انا كان جات الدنيا راهو نهبط لجينيرو ونحي علينا هالحساب هذيا يا اخي، بالوزراء اللي كانوا قبل برمش عملوا توا نصنعوا في حكومه وفي حكومه وفي حكومه، هاي الحكومات اللي تعدات شنو عاملوا؟ ما عاملوا حتى شيء، الإدارة قاعدة تمشي بطبيعتها، الشعب قاعد يعيش بطبيعته، ما فهمني؟ معناتها تصمصير وكهو.